السلام عليكم، كيف الصحة؟ إن شاء الله تكون أموركم بخير. معكم عبد الباسط مهرات من مركز الخوارزمي باسطنبول. بعد ما خلصنا استعداداتنا لامتحانات اليوس، نتمنى التوفيق لطلابنا، طلاب مركزنا والطلاب الباقيين اللي راح يقدموا الامتحانات. صار عندنا الوقت الكافي حتى نقدم بعض المعلومات الخاصة بالجامعات أو الدراسة في تركيا عموما. بالبداية أول سؤال وردني حبيت جاوب عليه، اللي هو بيتعلق بجامعتي السكنك. بالفيديو اللي راح نحكيه فيه هلا راح نحط أغلب المعلومات اللي متوفرة بين إيدينا عن جامعة يلد السكنك. الجامعة طبعا أنا نزلت مقالي عن الجامعة، راح تلاقيها أو بالاختصاصات في الجامعات الحكومية. جامعة يلد السكنك الجامعة تأسست عام 1911، تعتبر جامعة قديمة جدا في تركيا، هي إحدى 7 جامعات موجودة في مدينة اسطنبول. الجامعة طبعا من أفضل الجامعات، وسمعتها بتغني حتى عن الحديث عنها، يعني جامعة يلد السكنك من ناحية الهندسة كتير مشهورة من ناحية الهندسات. بكل أحوال الجامعة فيها 10 كليات، فيها معهدين وفيها مدرسة مهنية. طبعا عدد الطلاب حسب آخر الإحصائيات العام الماضي هن 35,029 طالب بالضبط، وأعضاء الهيئة التدريسية الموزعين بين دكاترة وبين مساعدين مدرسين وبين حملة ماجستير وبين أعضاء هيئة تدريسية أجانب هن عبارة عن 1760 عضو، في بيناتهم 15 عضو أجنبي. طبعا الطلاب الأتراك الموجودين في المعاهد، اعتبار هي فيها مدرسة وفيها معهد، هن 1793 طالب تركي. عدد الطلاب الجامعيين تقريبا حوالي 24,260 طالب. عدد طلاب الدراسات العليا هن 6,500 طالب. عدد طلاب الدكتوراه 1900 طالب، هدول الطلاب الأتراك. أما الطلاب الأجانب لكل البرامج اللي ذكرت سابقا مع بعض هن عبارة عن 1116 طالب أجنبي موجودين في جامعة يلد السكنك. طبعا هي الإحصائية مثل ما حكيت إحصائية العام الماضي. مثل ما قلنا فيها 10 كليات، فيها معاهد وفيها مدرسة. طبعا الكليات في عندك كلية التربية، كلية الهندسة الميدانية، كلية اقتصاد، هندسة ميكانيكية، هندسة كهرباء. طبعا هلا راح أذكر بعد شوي الاختصاصات الموجودين بكل الكليات، كلية عمارة، كلية فنون جميلة وإلى آخره. موضوع السكن كتير مهم، لربما طالب اللي شو راح يكلفني السكن. السكن شهريا طبعا الجامعة في عندها أكثر من سكن موزعين في مدينة اسطنبول في أكثر من منطقة. السكن طبعا في للبنات وفي للشباب، بيتراوح بين 240 و400 ليرة تركية في الشهر. هذا الاختصاصات بالتفصيل، يعني أنا حكيت عن الكليات بس أحكي عن الاختصاصات. كل اختصاص شوف بنحكي طبعا الاختصاصات المهمة. في عندي اختصاص كمبيوتر معروف، في عندي رياضيات، في عندي طبعا الرياضيات، في عندي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي مقسم والتعليم الأساسي، في عندي تعليم اللغة التركية، تعليم اللغة الإنجليزية، هندسة الكمبيوتر، هندسة الطبية الحيوية كتير مهمة، هندسة الكهرباء، هندسة الإلكترونيات، هندسة التحكم والأتمتة، اللغة العربية، قسم البيولوجيا الجزيئية والوراثية، الفيزياء، الإحصاء، الرياضيات، الكيمياء. شايف اختصاصات كلها إلى تقلة، يعني بصراحة كويسة. كلية الهندسة البحرية، الاقتصاد، إدارة الأعمال، هندسة المساحة، هندسة مدنية، هندسة كيميائية، هندسة حيوية، هندسة معادن، هندسة ميكاترونيكس، هندسة صناعة، هندسة تخطيط إقليمي، صيانة وإصلاح الممتلكات الثقافية. دراسة مخلطة بين باللغة الإنجليزية واللغة التركية، وفي بعضهم تركي وإنجليزي بنسب معينة، طبعا رح نحكي عنهم بعد شوي. كل أحوال نرجع موضوع عدد المقاعد أو الكونتينجنت. أنت راح أحط لك الرابط، أنا هذا الرابط هي الصفحة بالضبط. طبعا هذا الرابط موجود عام 2019 2020، يعني رابط جديد. الرابط موجود في موقع الجامعة الرسمي بالضبط. طبعا شو معنى عدد المقاعد بالأصل باللغة التركية؟ معناته كونتينجن، وبالتالي نحن رح نحكي عن الكونتينجن الموجود يردشي، يعني الطلاب اللي من خارج تركيا. طبعا هون راح يكتب، هون مكتوب أسماء الاختصاصات، هون مكتوب سنوات التعليم يعني كم سنة، هون كوشولار يعني الشروط. طبعا لاحظ انه هون في عندنا شروط، من بيناتهم دراسة اللغة الإنجليزية لمدة سنة تحضيرية قبل الدوام. في عندنا تعليم راح يكون فقط في اللغة الإنجليزية، وفي عندنا تعليم راح يكون نسبة 30% فقط باللغة الإنجليزية. كل أحوال لو بدأنا على سبيل المثال بيوميديكال مهندس ليك بالإنجليزي، معناته في عندي سنة تحضير، مكتوب هون إنه في عندي سنة تحضير، ال21 معناته في عندي سنة تحضير باللغة الإنجليزية. عدد الطلاب طبعا مدة الدراسة 4 سنوات، عدد الطلاب المقبولين
عن طريق امتحان يلدز تكنيك، راح يكونوا 10 طلاب. عدد الطلاب المقبولين عن طريق شهادات أخرى غير اليوس راح يكونوا كمان 5 طلاب. في عنا من القفقاز، في عنا طالب، وفي عنا طالبين من إندونيسيا، في عنا طالب من بنغلاديش، طالب من كازاخستان، طالب من باكستان، طالبين من أذربيجان، طالب من الأردن، طالب من السودان، طالب من مالي، طالب من ألمانيا، وطالب من بوسنا والهرسك، وطالب من كوسوفو. طبعا اذا ملاحظ هون ما في مقعد مخصص للطلاب السوريين او للطلاب المصريين او للعراقيين، مع كامل الاسف يعني في خصوص هذا الموضوع. فالسوريين راح ينافسوا على 10 مقاعد، او حتى الجنسيات اللي ما انذكرت هون راح ينافسوا على 10 مقاعد الموجودين هون عن طريق اليوس. وبالنسبه لبعض الجنسيات الاخرى اللي ما انذكرت راح تكون بالخمسه هون. مين هدول الخمسه؟ عم يقول لك هون يلدس تكنيك يونيفرسيتي طرف هندن كابول ايديلاند سيناوا دبلومات تورلر. انواع الشهادات او انواع الشهادات المقبوله من قبل جامعه يلدس تكنيك ما لها علاقه باليوس، هي جامعات، هي شهادات اخرى، مثل طبعا هن موجودين هون. اذا تلاحظ كابول ايديلاند سيناوا دبلومات تورلر انواع الشهادات المقبوله من قبل جامعه يلدس تكنيك. طبعا انا جبت لك اياها هون، جبت الصفحه مثل ما هي، انت فينك تلاقيها بموقع الجامعه الرسمي. بدايه نجي على بتقول لك الجامعه انه بقبل الطلاب اللي حاصلين على شهادة يوس من عندي أنا بمعدل لا يقل عن 55%. طبعا عم تقول لك قلنا بقبل شهادة عام 2018 وشهادة عام 2019، سنتين يعني ممكن السنة السابقة. اليوس الآخر المقبول هو يوس كونيب، أقل شيء لازم يكون 70%. الشهادة الأخرى المقبولة هي شهادة السات من أصل 1600، لازم طبعا سات 1 من اصل 1600 لازم يكون معدلك 1200. عم بقول لك بس في عندي شرط، بالرياضيات لازم تكون جايب 640 من اصل 800، 640 من اصل 800. طبعا السات صالح لمده سنتين، يعني ما بصير يكون اقل، ما بصير يكون اكثر من سنتين عمر الشهاده. الامتحان الاخر المقبول فيه هو الاي سي تي، اللي هو مثل ما حكينا امتحان امريكي، لازم تكون جايب 29 من اصل 36. بعدين في عندنا امتحان ابيتور اللي هو امتحان الالماني، لازم يكون جايب اكثر شيء 3 بين 1 و3. بعدين في عندي البكالوريا الفرنسيه، بعدين في عندي البكالوريا الاستراليه، البكالوريا النمساوية أنا آسف مع الأسف. بعدين في عندي البكالوريا الدولية بيمشي حالي يكون معدل 33 من أصل 45. في عندي البكالوريا الصينية لازم يكون عند 600 من أصل 750. بعدين في عندي البكالوريا الأرجنتينية والمكسيكية، الفنلندية والإسبانية، ليتوانيا، أفريقيا الجنوبية، بعدين في عندي كوريا الجنوبية، في عندي اليابان والفيتنام وإندونيسيا. مع الأسف ما في ولا شهادة بكالوريا عربية مقبولة، هذا شيء جدا مزعج بصراحة. بكل الأحوال هذا بالنسبة للشهادات المقبولة من جامعة يلدز تكنيك. معناتها بنرجع بنكفي هون، على سبيل المثال ناخذ مثال آخر، لناخذ الاقتصاد باللغة الإنجليزية. اقتصاد باللغة الإنجليزية مدة الدراسة 4 سنوات، في شرط إنه لازم تكون تعرف إنجليزي، في امتحان إنجليزي مثل حكينا الشرط 21، الشرط 28. شو هو الشرط 28؟ التعليم راح يكون باللغة الإنجليزية، أكيد واضح طبعا هن كاتبين هاي المعلومة هون. راح يكون في عنا 6 طلاب عن طريق امتحان اليوس اللي خاص بالجامعة نفسها، 3 طلاب راح يكون عن طريق عن طريق الشهادات اللي حكينا عنها، اللي شهادات البكالوريا اللي معترف فيها. بعدين في عنا طالب عن طريق الكونيب من قفقاسيا، طالبين من اندونيسيا والى اخره، نفس الكلام اللي حكيناه قبل شوي. طبعا اجور التعليم لهذا العام لسه ما نزلت، ولكن اول ما بتنزل ان شاء الله راح اسجل فيديو بخصوص هذا الموضوع. مثل ما حكينا كل المعلومات راح تلاقوها هون، وانا حتى هي الروابط نفسها، الرابط هذول الرابطين راح نزلهم كمان بقلب المقال، بحيث اذا لزموكم ممكن تستخدمون. جامعه يلدز تكنيك بصراحه تستاهل انه الواحد يتعب مشانها، تستاهل انه الواحد يروح سنه تحضير يوس او تحضير سات لحتى يحصل مقعد في هاي الجامعه. جامعه رائعه جدا، الجامعه راح تقبل تقريبا حوالي 472 طالب عن طريق اليوس، 208 طلاب عن طريق الشهادات البكالوريا الاخرى المعترف فيها، 34 طالب من قفقاسيا، 44 طالب من اندونيسيا، و44 طالب من اذربيجان، وباقي الطلاب موزعين 22 22. بتمنى التوفيق لكل الطلاب اللي حابين يدرسوا بجامعه يلدز تكنيك. اي استفسار او اي رغبه بالتسجيل بهي الجامعه، مكتبنا او مركزنا جاهز للمساعده بهذا الخصوص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.